تصريح لرجل أعمال أمريكي بارز حول الاستثمار في السعودية حديث منصات التواصل، ونائبة السفير البريطاني تكشف عن تعاون بين بلادها والسعودية. جملة لرجل تريليون دولار دانييل بيانا أشعلت مواقع التواصل تفاعلاً مع مضمونها، فتداول الناشطون مقطع فيديو يعود لمقابلة معه تحدث خلالها عن مستقبل الاستثمارات والمشاريع في المملكة. بيانا فاجأ الحاضرين في إحدى الندوات بحديثه هذا الذي وجهه نحو المستقبل الاقتصادي للسعودية، فقال ما مفاده: إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة فاذهب إلى السعودية ولا تعد أبداً إلى وطنك. ثم أضاف: اذهب ولا تعد ولا تبعث برسائل إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت. هذا البلد أي السعودية يصنع ملايين المليارديرات. You could learn Arabic quickly, go to Saudi Arabia and never come home. Never email your family, don't tell them where you are. موقع بيانا الرسمي أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة ومنذ تقاعده ألقى هذا الرجل كلمات رئيسية ونظم ورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات حول بناء الأعمال بشكل كبير. هذه التصريحات حرضت نشطاء منصة تويتر للتغريد بالثناء على الدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في المملكة. وفي السياق عقب المحلل السعودي سلمان الأنصاري على هذه الأقوال التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفا إياها بنصيحة المليار دولار. ووفقا لموقع رجل الأعمال المذكور، فإن الأخير هو مؤسس QLI ويمتلك أكثر من 29 عاما من السجل الحافل الذي أنتج له ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم. وفي سياق آخر، تتزايد فرص التعاون الثنائي بين بريطانيا والسعودية في قطاعات جديدة كعلوم الحياة والفضاء والتكنولوجيا والمعادن الهامة والثقافة والسياحة والرياضة. نائبة السفير البريطاني في الرياض أنا والترس أكدت أن المملكتين ستكشفان عن شراكات جديدة بمجالات الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه والتقنيات النظيفة في الوقت الذي تستثمر فيه أكثر من 6000 شركة بريطانية داخل السوق السعودية. وبهذا الصدد قالت وارتس لصحيفة الشرق الأوسط إنه يجري العمل حالياً في مجال خطوط الأنابيب بقيمة مليارات الجنيهات، حيث تدعم الشركات البريطانية المشاريع السعودية العملاقة بما فيها نيوم والرياضة.